مع حد من اللعيبه الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ العميد محمد مرجان، يعني برضو الناس بتحب تعرف ماذا حدث في ظل هذه الكواليس. كابتن خطيب طبعا النهارده في مدرجات الاستاد وهو بيتفرج على تمرين الفريق. بعد التمرين مثلا يا كريم، هل وقف مع حد؟ هل اتكلم مع حد؟ ايه اللي حصل؟ يعني احكي للناس. لا، يمكن اقول لك لو بتكلم تحديدا على كابتن محمود الخطيب، لا يعني كنا متواجدين في الملعب وبالفعل تواجد في المدرجات لمتابعه فريق النادي الاهلي، لكن قبل ما المران ينتهي كان الكابتن محمود مغادر لاستاد برج العرب، توافد بعديه طبعا المهندس خالد الدرندلي، المهندس خالد مرتجي يمكن لسه واصل من لحظات، العميد محمد مرجان، كابتن بيبو يمكن ليه حديث وليه جلسه مهمه جدا، انت عارف طبعا كابتن اسلام في مختار التتش بعد المباراه الاولى، لكن خلاص الكابتن بيبو بيدعم وبيساند لكن من على بعد، خلاص بيترك الامر فنيا لمستر مارتن وجهاز الفني، الدعم متواجد والمساندة متواجدة لكن من على بعد خلال هذه المباراة، شفناه في المدرج فقط لغير، لكن بالتأكيد يكون متواجد غدا صباح غد إن شاء الله مع لعيبة النادي الأهلي. لابد يكون في يعني بعض الكلمات التحفيزية بقيمة الكبيرة لكابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن الكل مساند ومدعم، لكن في حرص ان ما يبقاش في اي يعني حديث مع اللعيبة، الامر متروك خالص للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. كابتن اسلام.